دار البيضاء ولا كازا كيفما معروفة عند جميع الناس، استوحت الاسم ديالها من البحارة البرتغاليين في القرن 15، ولكن اكتسبت شهرة كبيرة خلال القرن 20 الميلادي في عهد الحماية، بحيث كانت أحد أهم مراكز المقاومة في هذا العصر. وبالإضافة لهذا الشيء كانت وما زالت كتعتبر العاصمة الاقتصادية للمغرب، ناسها ناس متشبتين بها وكيغيروا على مدينتهم الدار البيضاء. Et le premier geste du Maroc à l'égard du représentant de la France sera cette marque traditionnelle de l'antique hospitalité arabe, l'offrande du lait et des dattes. Devant cette ville moderne, dont la croissance et la vitalité étonnent le monde, le général Guillaume dira tout à l'heure. À Casablanca, nous assistons à la réalisation du miracle marocain dans toute son ampleur. Ce miracle, c'est le développement extraordinaire de cette cité. C'est l'œuvre accomplie en 40 ans par l'effort commun des Français, des Européens et des Marocains. Il n'y a pas de succès. Il ne peut y avoir de victoire sans l'union de tous. Au menus de cette ahia, les gens de la متواضعين وبسطاء بدات الحضاره ديال مدينه الدار البيضاء. وفي هذه الاحياء بنوا ادباء وشعراء ودكاتره اللي عطاو الشيء الكثير لهذه المدينه في جميع المجالات. المدينه العتيقه والمدينه القديمه هي مهد الحضاره البيضاويه. ملي كنتحدثوا على تاريخ الدار البيضاء ما نساوش نتحدثوا على احياء لعبت ادوار مهمه خلال المقاومه، واشهر هذه الاحياء هو حي الحبوس اللي برغم انه ما تاسس حتى العشرينيات القرن الماضي الا انه لعب دور اساسي في مقاومه الاستعمار. ناديت الحبوس هذه 30 عام، دخلت للتجاره قبل ما نكون في فاس وبقيت تما في فاس، ودخلت للتجاره وقعدت التجاره ديالنا هنا في الدار البيضاء. بالنسبة للحبوس باقي هو هذاك، ما تبدلش عليه بزاف لأن باقي محافظ على الأثار ديالو كيف كان نهار الأول، باقي هو هذاك. الحبوس هذه بتبنى هذه 100 عام باش بدات البني ديالو، وتبنى 30 عام هو تيتبنى على ما عاودوا عليه هادشي هذا. النهار اللي دخلت الحبوس باقي هو هذاك، شوية الناس تبدلوا ديالو هذا، ولكن من ناحية البنيان ديالو هو هذاك. محافظ على الأصالة اللي مزيان فيه وهو بقى محافظ على الأصالة ديالو، ما تغيرش بزاف. الحبوس ما عنده الناس ديالو اللي مقابلينو وحاضينو قبل ما يزيدوا فيه البنايات، وهذا غادي يبقى في الطبع ديالو كيف كان، لأن لا خلاو الناس يبنيو كيف بغاو، هذا غادي يتبدل الحبوس ضروري ما يتبدل الحبوس. ولكن مين محافظين على الأثر ديالو وعلى البني ديالو كيف كان على الأول الى حد ما غادي يبقى هو هذا. كازابلانكا النهار اللي جينا لها تعمات بزاف اولا، والزحام في الطرق وبزاف ديال الحوايج اللي تغيروا، والاخلاق ديال الانسان ما بقاوش بحال اللي كانوا اللي شحال هادي، والمدينه تبدلات بزاف، ما بقاش كاين فيها شويه بزاف ديال الوسخ، وما بقاش السونتر ديال الواحد يهود ليه ويرتاح فيه. كان شحال هادي الواحد تيهود سونتر فيل وترتاح فيه وتيقى قهوات تيقى مسائل، دابا ولا المسألة ما بقاش الواحد تيرتاح في سونتر فيل كيف كان. ضاقت نفسي ومشيت للبحر، نحت السنارة نسيت القدر، عيني تبعات الخيط وقلبي يهدر، تيقول كلام غير مفهوم، سولني صاحبي مالك مهموم، اش نقول لك صاحبي اش نقول، جيت للبحر ناوي الهم عني يزول،
وجدت قلبي على الموج محمول وفكري معاها يجري ويجول يقلب عليها في العرض والطول. أنا ولدي واحد الإنسان أنا بيضا ويزيد في الدار البيضا عن 1954 في المدينة القديمة دار البيضا. عشنا فيها ولدي الدار البيضا، احنا كنا عائلة، كنا ولدي الدار البيضا كلها كانت عائلة، كنا عائلة، كل شيء خدام، كل شيء بيع شاري، كل شيء واكل. إن علاش كنا واحد، كانت الدار البيضا كان الناس ما كانت قليلة ديال الناس ديال فهمتي يا ولدي، وكنا عايشين مزيان، كلشي خدام، كلشي بيع شاري، كلشي واكل، كلشي شارب، الحمد لله كانت الوقت هذا مزيانه. ولكن هاد الوقيته ولدي منين راس الحمد لله راه البشر كثر وداكشي هادي راه ولات الوقت شويه غادا وكت فهمتي، هادشي اللي كاين ولدي. Thank you.